والمزيد ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا وسهلا بك أستاذ أشرف. إذن نحن هنا نتحدث عن صراع ربما كبير كان ينتظره الكثيرين، الرد الإيراني بطبيعة الحال. كيف نقيم هذا الرد وما الذي قد يعني يلحق به ونحن نتحدث عن المزيد من التحذيرات والهجوم على الأقل بشكل لفظي من قبل إيران وإسرائيل؟ صباح الخير لحضرتك وصباح الخير للسادة المشاهدين. بكل تأكيد يبدو أن أزمة الحرب بين إسرائيل وبين إيران فيما يتعلق بحرب شاملة ربما تتوالى فصولا على مدار الساعة منذ أمس وحتى الساعات القادمة. يبدو أننا أمام منعرج جديد. إيران أرادت أن ترسل مجموعة من الرسائل للجانب الإسرائيلي، وأعتقد أن ما حدث بالأمس إطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ربما يكون إسرائيل اعترضت بعض الصواريخ والجانب الأمريكي أو القوات الأمريكية الموجودة في الإقليم اعترضت بعض الصواريخ، لكن أعتقد أن إسرائيل لديها كثير من المخاوف بالتصعيد في الساعات القادمة، وربما هذا الأمر الذي أدى لنتنياهو أن يتوعد إيران بأنه سيكون لك رد كبير. وأعتقد أننا من الآن فصاعدا سيكون لدينا كثير من فصول المواجهة بأشكال متعددة ومختلفة، خاصة وأن هناك بالفعل رغبة إسرائيلية في إمكانية أن يكون هناك جر إسرائيل إلى المعركة أو إلى المواجهة المباشرة، وبالتالي ادخال الولايات المتحده الامريكيه للتعاطي مع تفاصيل ما يعرف بالبرنامج النووي الايراني، وهذا ما يسعى اليه نتنياهو استغلالا لحاله السيوله السياسيه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، وايضا استعداد الانتخابات الامريكيه في الخامس من الشهر القادم، بالاضافه لان اسرائيل ونتنياهو يرى ان هناك فرصه كبيره لازاله الخطر التهديد الوجودي الايراني باتجاه اسرائيل من خلال عمليه تسليح في البرنامج النووي الايراني. بكل تاكيد الايام والساعات القادمه سيكون لديها كثير من المفاجات فيما يتعلق بشكل وأيضا جور التعاطي العسكري والأمني الإسرائيلي الإيراني. بكل تأكيد إسرائيل لديها رغبة في الرد، وأعتقد أن هذا الرد إما يكون عبر خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول استهداف الأراضي الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، أو استهداف الأزرع الإيرانية في الشرق الأوسط كما تفعلت إسرائيل بالأمس، سواء في العراق سواء في لبنان سواء حزب الله سواء في اليمن الحوثيين أو حتى في الأراضي السورية. وبالتالي سيكون هناك سجال من المواجهات في المرحلة القادمة. في الجانب الآخر إيران تتوعد بأن سيكون لديها ضربات أكثر قوة وتأثيرا وفتكا باتجاه الأراضي الإسرائيلية والمصالح الحيوية الإسرائيلية، وهذا سوف يتوقف على ما سيفعله الأطراف الدولية كالجانب الأمريكي والجانب الفرنسي بإمكانية تسهيل مبادرة الحل السلمي باتجاه وقف إطلاق النار في بيروت أو في جنوب لبنان. في ضوء التصعيد الإسرائيلي، وهذا سوف يتوقف على الجهد الدبلوماسي خلال الساعات القادمة. هل من الممكن أن يعني يتم ذلك أستاذ أشرف ونحن نعلم بأن إسرائيل يعني تنتظر هذه الفرصة لفتح جبهة مع إيران، لديها أهداف كثيرة تتعلق بالقضاء على النووي الإيراني بطبيعة الحال، وإيران طول الفترة الماضية كانت تحاول أن تتجنب أن تعطي هذه الفرصة لإسرائيل، وبالتالي هنا نتحدث عن تهديدات قاسية واضحة من قبل الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى تهديدات إيران. هل هذه تهديدات حقيقية من الممكن أن تحقق ربما أهداف استراتيجية لأي طرف من الطرفين، أم أننا يعني ما زلنا في سياق يعني التخويف لا أكثر؟ كل تأكيد إيران لجت إلى ضبط النفس ثلاثة الأشهر والأسابيع الماضية بعد اغتيال إسماعيل هنية في شهر يوليو الماضي، ثم أيضا لجت إلى ضبط النفس فيما يتعلق باتجاه قيادات حزب الله وأبرزه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. وأعتقد أن إيران تمتعت بالصبر الاستراتيجي لكثير من الوقت، لكن يبدو أن المناوشات الإسرائيلية والتحريض الذي لجأ إليه نتنياهو ليلة أمس الأول عندما خاطب الإيرانيين وقال لهم عليكم أن تستعدوا للتعامل مع نظام الحكم في إيران الذي أو قام بإنفاق كثير من المليارات على توجيه الدعم للأزرع في إيران، وأن لديهم درجة كبيرة من التعاطي من قبل إسرائيل يعني مع إيران في المرحلة القادمة بكثير من القوة. أعتقد إيران وجدت في هذا التأليب للرأي العام الإيراني في الداخل من قبل نتنياهو إشارة سلبية تحتاج ليكون رد مسبق حتى يستطيع أن يمنع تكرار مثل هذه الإشارات أو التصريحات الاستفزازية من قبل نتنياهو والقادة العسكريين الإسرائيليين باتجاه الأراضي أو باتجاه القيادات أو الشعب الإيراني. بالإضافة لأن إيران تعلم تماما أن إذا لم ترد فهذه
هذه اللحظة تحديدا، وأيضا استمرت في حالة الضعف والخزلان والتراجع والخلل والتباعد في موقفها، ستعطي الفرصة لإسرائيل لمزيد من العمليات العسكرية باتجاه الأراضي الإسرائيلية الإيرانية كما فعلت في طيلة الأشهر الماضية. وأعتقد أن هذا الأمر ربما كان على إيران أن ترد حتى تحافظ على حفظ ماء وجهها في المقام الأول، وترسل رسالة لي أيضا أزرعها أو حلفائها في الإقليم أنها لا تتخلى عنهم، ستستمر بتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي والمالي والعسكري وأيضا خطط استراتيجية باتجاه التعاطي مع المشهد التصعيد الإسرائيلي العسكري، بالإضافة لأن إيران أرادت أن ترسل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أننا لجأنا إلى اختيار مسعود بجسكيان الرئيس الإيراني وذهب للأمم المتحدة وطلب بالضرورة أن يكون هناك صفحة جديدة في العلاقات بين إيران وأمريكا وأمريكا وإيران والغرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل إيران أي نوع من الرسائل الإيجابية أو التعاطي، نظرا لأن هناك انتخابات أمريكية وهذه إدارة راحلة. وأعتقد أن الجانب الإيراني بدأ في التقاط الإشارات بأن هناك بالفعل تصعيد إسرائيلي واستفزاز إسرائيلي، عليه أن يبالوا بكثير من العمليات حتى يستطيع أن يوقف أي نوع من الردات فعل العنيفة الإسرائيلية. كل تأكيد الأيام القادمة ستحمل مزيد من المفاجآت فيما يتعلق بالتصعيد بين الجانبين. نتنياهو سيرد لأن نتنياهو يريد أن يكسب أصوات كثيرة بعد القضاء على قيادات حزب الله وبعد توجيه ضربات لبعض أزرع إيران في الإقليم، فيريد أن يستمر في حالة النشوة الانتصار الذي حققه في الأسابيع الماضية بعد تفجيرات البيجر وقيادات حزب الله، ثم أيضا أن هناك رغبة من قبل نتنياهو بتوسيع مجال الحرب لجر أمريكا بشكل مباشر لتوفر الدعم والسند والغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل في أي عملية باتجاه برنامج النووي الإيراني في الساعات وفي الأيام القادمة. وهذه نتنياهو أنها فرصة مناسبة لن تتكرر كثيرا في ظل حالة الضبابية والضعف الإدارة الأمريكية التي تستعد للانتخابات ثم سترحل في 20 من يناير القادم. هل ترى بأنه يعني استخدام أو كل هذه التطورات في هذا الوقت تحديدا هو محض صدفة وفقا لتدحرج الأحداث، أم أن بنيامين نتنياهو قد يكون قاصد لهذا الأمر، وخصوصا أنه يعني كما أشرت الآن هناك مرحلة ضعف للإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية وفقا لعديد من المصادر كانت قد تحدث مسؤولون عنها قالوا بأنه نتنياهو يحاول إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هل فعلا نتنياهو تأخذ الأحداث إلى أو تسوق الأحداث بهذا الطريق، أم أنه يخطط لهذا الأمر مرحلة ضعف الإدارة الأمريكية وإمكانية أن تكون له الكلمة لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط في هذا الوقت؟ كانت معروفة سيرة كل هذه الأمور كانت معروفة، وكان هناك بالفعل درجة كبيرة من التعاطي الإسرائيلي في هذا الشأن، وأن هناك بالفعل رغبة من قبل السيد نتنياهو لجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد في هذا التوقيت، وهذا الأمر أدى أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التعاطي الإسرائيلي من استغلال الظروف في الإقليم لمزيد من القتل والتنكيل باتجاه إيران وهو حزب الله، وهذا ما نشهده حاليا في الإقليم. طب يعني كنت تتحدث قبل قليل عن يعني ضرورة أن يكون هناك تدخل واحتمالية أن يكون هناك تدخل سياسي لمحاولة السيطرة ربما على ما يجري الآن، هل تتوقع بأن بنيامين نتنياهو قد يستجيب لأي طروحات سياسية تتعلق بوقف وتهدئة المنطقة في هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن نتنياهو في حل أن يقبل بأن يكون هناك بالفعل اتجاه سواء فيما يتعلق بالصفقة في قطاع غزة بين حماس المعطلة منذ عدة أسابيع، ثم أيضا وقف إطلاق النار في جنوب لبنان باتجاه حزب الله، لأنه يرى أن هذه فرصة سانحة وهو لن يتوقف عن غيه، وأيضا الخطط الشيطانية أو الخطط الخبيثة فيما يتعلق بالتصعيد في الإقليم في محاولة الإشعال الموقف أملا في جار الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تحديدا ليوفر لديه الغطاء والدعم وأيضا الرفاعة السياسية والعسكرية في مواجهة إيران في المرحلة القادمة ما لم يكون هناك تدخل أمريكي ضاغط باتجاه إسرائيل. هذه الإدارة إذا أرادت أن تحقن الدماء في الشرق الأوسط تلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة،
عليها أن تلجأ إلى ممارسة الضغوط على نتنياهو قبل بعض الانتخابات الأمريكية، لأن كلا الطرفين الإيراني سيصعد من الآن حتى الانتخابات الأمريكية في محاولة لهزيمة أنصار ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت نتنياهو سيلجأ إلى التصعيد لإبراز موقف ضعف الإدارة الأمريكية والانتقام للديمقراطيين أملا في وصول ترامب حليفه التقليدي للبيت الأبيض، وهنا سيغير المعادلات بشكل كبير في الإقليم خلال المرحلة القادمة. أنا لا أرى أن هناك تهدئة من قبل إسرائيل، بل العكس تحديدا، الحكومة اليمينية المتطرفة تمارس كثير من الضغوط على نتنياهو، تسعى لجر نتنياهو لمواجهة مباشرة مع إيران، وكل الاستحقاقات الموجودة حاليا في الداخل الإسرائيلي بعد هذه الضربة الأخيرة ليلة أمس تصب في خانة أن إسرائيل تجهز لربما ضربات متعددة الأطراف باتجاه الأراضي الإيرانية وباتجاه حلفاء إيران وأزرع إيران في الشرق الأوسط في نفس التوقيت، حتى تحرص عملية شلل كامل، وهذا ما يتمناه نتنياهو اليمين الإسرائيلي. وعندئذ ستلجأ إيران إلى خيارات الأصعب، وهي دك أو ضرب بعض المصالح الاستراتيجية لإسرائيل داخل تل أبيب وداخل حيفا وعكا وغيرها، في محاولة لإمكانية تصعيد الجبهات والذهاب إلى حرب شاملة، وهذا ما حذرت منه مصر وحذر منه العقلاء في الإقليم على مدار الأشهر الماضية، باعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى جر المنطقة إلى سيناريوهات من الفوضى وعدم الاستقرار والذهاب باتجاه خلق حالة من عدم اليقين بإمكانية التوصل إلى صياغة تفاهم وسلام واستقرار في الإقليم، وتشجيع مسارات التنمية الشاملة تتبع بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة والرائدة في الإقليم كدول الاعتدال العربي بقيادة مصر في السنوات وفي الأشهر الماضية. لكن نتنياهو والجانب الإيراني لديه سيناريوهات من المواجهة والمتاهة العسكرية والأمنية التي ستتسبب في كثير من الخسائر وبعض ردات الفعل العنيفة باتجاه دول الشرق الأوسط وخاصة الجانبين الإسرائيلي والإيراني. وربما لهذا كان هناك دعوات لضرورة تفعيل سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام القوة ربما أو ضد يعني إسرائيل جراء كل ما تقوم به في المنطقة، وكان هناك يعني استياء من أنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات. ما الذي من الممكن القيام به لتفعيل هذه السلطة، سلطة الجمعية العامة، وبطبيعة الحال هل هذا ممكن؟ أعتقد أن هذا أمر ما يحدث إلا في حلقة واحدة في الحرب الكوبية، عندما لجأ استخدام القوة باتجاه السلام، وهذا كان في عام 62-63. منذ ذلك الوقت لم يستخدم مثل هذه الإجراءات أو مثل هذا القرار مرة ثانية. الولايات المتحدة الأمريكية ستلجأ إلى كثير من الحيلة لتعطيل أي حيلة، هي لجأت لمجلس الأمن طيلة عام كامل منذ حرب غزة في 7 من أكتوبر حتى الآن لتعطيل أي قرارات إدانة باتجاه إسرائيل أو لجوء إلى الفصل السابع باتجاه وقف إطلاق النار بشكل جبري لإسرائيل بقطاع غزة. سوف تلجأ لهذا الأمر أيضا عندما يجتمع مجلس الأمن اليوم ويناقش الأوضاع التصعيد الذي حصل بين إيران وإسرائيل، وستلجأ أمريكا أيضا إلى أن يكون هناك صدور بيان هش ليتمتع بدرجة كبيرة من الإلزامية لكلا الطرفين. وعندما يلجأ الأطراف الإقليمية والدولية فيما يتعلق باللجوء إلى الجمعية العامة المتحدة، تعلمين تماما أن كثير من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وحتى أطراف في الشرق الأوسط لم يتعاطوا مع المسلك الإيراني باتجاه التصعيد في الإقليم منذ طول السنوات الماضية، والعلاقات الإقليمية مع إيران لم تصل إلى مرحلة النقاهة أو التعافي الكامل، وبالتالي سيكون من الصعوبة في الجمعية العامة المتحدة توفير الأصوات اللازمة فيما يتعلق بإصدار قرار السلم من أجل الاتحاد الذي تم استخدامه في عام 62 بشأن الأزمة الكوبية. وهذا الأمر سيكون من الصعوبة بمكان، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيلجؤون إلى أنصارهم في العالم لعدم توفير النصاب الكامل لاتخاذ مثل هذا القرار الاتحاد من أجل السلم، وهذا الأمر يحتاج لأن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التوافق عندما تشتعل الأزمة بشكل كبير، أو نصل إلى مرحلة المتاهة الكبرى في التصعيد بين الإسرائيليين والإيرانيين. وأن كنت أرى أن الفرصة ما زالت قائمة لإمكانيات إحياء المبادرة الفرنسية الأمريكية التي من أجلها أتى وزير خارجية الفرنسي إلى المنطقة بالأمس، كان في لبنان، وأعتقد أن الرئيس ماكرون قال أن وزير خارجيته سيقوم بزيارات متعددة لبعض أطراف الدول في الإقليم ودول عربية في محاولة لإمكانية أن يكون تفعيل لهذه المبادرة الفرنسية الأمريكية. ما لم يكن لدى الإدارة الأمريكية وإدارة بايدن ضرورة أو الرغبة في سحب بالفعل كثير من بعض الذرائع باتجاه نتنياهو لوقف التصعيد باتجاه جنوب لبنان أو حتى باتجاه الأراضي الإيرانية، أرى أن هذه المبادرة سيكتب لها الفشل، لن تحقق الغرض والمراد منها ما لم يكن هناك ضغط أمريكي أوروبي على إسرائيل، وأيضا تهدئة باتجاه الأجواء الإيرانية والتوقف عند هذه الحالة من المرحلة الأولى من التصعيد الحالي حاليا.
أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التحليلات، كنت معنا من القاهرة الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام.